المرأة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع الرجل وقضايا المجتمع بشكل عام. هناك العقول الجامدة التي لا تقبل بسهولة أن تتغير. لما يمرض لنا ولد ولا إشي بنظلنا لوجه الصبح وإحنا نكالب فيه ونعاين فيه. نتيجة الوضع الاقتصادي لا زالت المرأة الفلسطينية تعاني وتعاني. الشغل عند اليهود انه بضل صراحة يعني هي مذلة.